آخر نهار مواصلين معكم حتى الثمانية. متاع الليل كما قلنا أسامة باش نمشي ولولاية السوسة. اليوم قاضي تحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير إقليم ماسوناد في ولاية السوسة. باش ناخذ أكثر تفاصيل تسويت في لب الموضوع. لب الموضوع معنا مباشرة السيد معز يوسف الناطق الرسمي باسم محكمة ابتدائية بسوسة واحد. أهلا وسهلا سي معز، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بالسيد المستمعين. مرحبا سي معز. إذن بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير إقليم سوناد بسوسة، هذا اللي صار؟ هو هذا المستجد. اليوم تولى السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس إقليم شركة هي منشأة عمومية سوناد بسوسة، وذلك على في نطاق استيفاء الأبحاث التحقيقية التي شملت مبدئيا عدد 6 مظنون فيهم لهم صفة العون العمومي. هناك تولى السيد قاضي التحقيق إصدار أوليا عدد 2 بطاقات إيداع، هناك عونين عموميين بحال فرار، واليوم تولى السيد قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق رئيس إقليم سوناد سوسة. دونك هي الأطوار معناتها نتاع القضية ولا الشبهة اللي تم على من خلالها إصدار بطاقة إيداع بالسجن، هي ثم شبهة نتاع فساد على ما يبدو. ثم العنوان الكبير هو اختلاس أموال بطريقة غير مشروعة. الأموال هذه متأتية من الحرفاء قصد استخلاص فواتير المياه. العملية الفنية تتم يعني الاستيلاء على جزء من تلك الأموال واستخلاص جزء آخر في الإدارة. بطبيعة الأفعال هذه موجبة للتتبع الجزائي، وهي أفعال تستوجب يعني تحريك الدعوة العمومية. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة واحد كالعادة تتولى ممارسة صلاحياتها تبقى ما هو مسطر بالقانون، فتح بحث تحقيق بحث أولي معمق، وبعد ذلك تولينا فتح بحث تحقيقي من أجل جملة من التهم تتعلق يعني التهم هذه تتعلق بالتدليس ومسك استعمال مدلس، استغلال موظف ل يعني وظيفه والاستيلاء على أموال أودعت بموجب وظيفه تحت يده، واستخلاص فائدة لموظف عمومي لنفسه أو لغيره. هذه كل العناوين محل البحث الحقيقي. الأبحاث لازالت متواصلة. هنا لابد من الإشارة أنه وجب دائما تنسيب الأمور، وجب التذكير بأنه لا يجب التعميم. هي منشأة عمومية يعني نشاط ومرفق حيوي، يعني هنا وجب التذكير بأن الأمور تدار على نسبيتها. بالطبيعة لا تزر وازرة وزر أخرى، والأبحاث متواصلة في هذا الصدد سواء للكشف عن يعني قيمة هو فعل شخصي، وإذا ما حصلت الإدانة سي معز تكون إدانة شخصية، معناتها هذا هو بالطبيعة شخصية، مبدأ شخصية العقاب ومبدأ شرعية العقاب. هذه كل لابد من التذكير بها، لخاطر احنا نعرف اللي هو مرفق عمومي من حيوي. وجب التحذير، وجب التذكير بهذه المبادئ، وجب كذلك التذكير بمعايير إدارة المرافق العمومية التي تستوجب الحوكمة واحترام يعني المرفق العمومي والعمل لفائدة الصالح العام. واضح، هذا هو. يعطيك الصحة، شكرا لك سي معز اليوسفي. شكرا لك. شكرا. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة واحد على كل هذه التفاصيل. بطاقة إيداع بالسجن ضد مدير إقليم سوناد سوسة كما كنتوا تسمعوا في التفاصيل، التهم المنسوبة إليه. كانت هذه لب الموضوع.